السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعود الهذلي، طالب في كلية الطب والجراحة. أشكر لاب تيست كيسة على الاستضافة، وإن شاء الله موضوعنا اليوم عن تحليل وظائف الكبد يكون ذو فائدة كبيرة لكم. تحليل وظائف الكبد لو أتكلم عنه من اليوم لبكرة ما راح أوفي حقه، لأنه موضوع كبير وشاسع، وهو تحليل يطلب بشكل كبير في المستشفى، فمعرفتك له ضرورية، وإن شاء الله أني في السنابات القادمة راح أسهل لك هذه المعلومات. طيب، قبل لا نتكلم عن تحليل وظائف الكبد، لازم بالأول نعرف إيش هي وظائف الكبد. وظائف الكبد كثير، لكن عشان نسهلها ونبسطها قسمناها لخمسة أقسام زي ما أنتم شايفين. القسم الأول الميتابوليك فانكشن، وراح نتكلم عنه بعدين بالتفصيل. وعندنا الإكسكريتوري فانكشن، اللي هو القدرة الإخراجية للكبد، مثل إخراج البلوروبين، وراح نتكلم عنها بالتفصيل. وعندنا السينثيتيك فانكشن. السينثيتيك فانكشن هي القدرة التصنيعية للكبد، مثل تصنيع البروتينات وتصنيع الأشياء الأخرى، تمام؟ راح نتكلم عنها بالتفصيل أيضا. وعندنا الديتوكسيفيكيشن فانكشن، اللي هي عملية التخلص من السموم، هذه تسويها الكبد. وعندنا الستورج فانكشن، اللي هي عملية التخزين، الكبد تخزن بعض الأشياء مثل تخزين الجلايكولوجين وتخزين بعض الفيتامينات، تخزينها الليفر، تمام؟ طيب، الآن عرفنا إيش هي الوظائف حقة الكبد. على أساس هذه الوظائف راح تكون الاختبارات أو التحاليل، تمام؟ طيب، راح نبدأ أول شيء بالإكسكريتوري فانكشن أوف ذا ليفر، القدرة الإخراجية للكبد. طيب، الإكسكريتوري فانكشن أوف ذا ليفر، أهم حاجة في الإكسكريتوري فانكشن عندنا اللي هو البيلوروبين. البيلوروبين هذا إيش هو وكيف جاء؟ البيلوروبين جاء من تكسر كريات الدم الحمراء. جوة كريات الدم الحمراء في مركب اسمه هيموغلوبين، لما يتكسر راح يعطينا جلوبين وهيم، والهيم بالنهاية راح يعطينا بيلوروبين. يعني بالمختصر، تكسر كريات الدم الحمراء راح يعطينا بيلوروبين، لكن هذا البيلوروبين لا يمكن للجسم انه يتخلص منه، لازم يروح للليفر ويصير له عملية كونجيوجيشن عشان يقدر الجسم انه يتخلص منه ويصير له اكسكريشن. فلما الاقي مستوى البيلوروبين عالي في الدم، اعرف انه في مشكله في الليفر ما خلته يسوي كونجيوجيشن، فبالتالي زاد مستوى عندي في الدم. طيب، نرجع لصورتنا اللي في البدايه، نحط صح على اكسكريتوري فانكشن، الحمد لله خلصناها. نروح للديتوكسيفيكيشن فانكشن اوف ذا ليفر. Detoxification function of the liver. Detoxification function، عشان نقيمها نطالع في الأمونيا، نطالع في مستوى الأمونيا في الدم. إيش هي الأمونيا؟ الأمونيا جاية من بكتيريا في الأمعاء، أو تجينا من الميتابوليزم حق البروتينات، فتعطينا في النهاية أمونيا. الأمونيا دي مركب سام، لازم نتخلص منها ونسوي لها Detoxification عن طريق الليفر، عن طريق الكبد، ونحولها إلى مركب اسمه يوريا. لما نلاقي الأمونيا عالية، نعرف إنه عندنا مشكلة في الليفر ما قدرت تحول الأمونيا إلى يوريا. هذا هو بالنسبة للديتوكسيفيكيشن فانكشن أوف ذا ليفر بكل بساطة. نرجع لصورتنا اللي في البداية، خلصنا الإكسكريتوري فانكشن الحمد لله، خلصنا الديتوكسيفيكيشن فانكشن، نروح للسينثيتيك فانكشن او قدره الكبد التصنيعيه. سينثيتيك فانكشن اوف ذا ليفر، اهم شيء تصنعهم عندنا الكبد اللي هو البلازما بروتين والكواجليشن فاكتور، اللي هي عوامل التجلط. راح نبدا بالبلازما بروتين. اهم بروتين عندنا اللي هو الالبومين. ليش؟ لانه ماخذ 60% من كل البروتينات الموجوده في البلازما، فالالبومين بروتين مهم، فعشان كذا دائما نلاقيه في التحاليل ألبومين. فالألبومين هو بروتين واخذ 60% من كل البلازما بروتين. وبرضو كمان نقيس التوتال سيرم بروتين. طيب، زي ما قلنا، الشيء الثاني اللي تصنع الكبد اللي هو الكواجليشن فاكتور، عوامل التجلط. كل عوامل التجلط يتم تصنيعها في الكبد ما عدا فاكتور واحد بس. ايش هو فاكتور رقم 8؟ وهذا دائما سؤال يجي في الاختبارات، ايش هو الفاكتور اللي ما يتم تصنيعه في الكبد؟ فاكتور رقم 8، عامل التجلط رقم 8، تمام؟ طيب، اذا الكبد فيها مشكله او مو قادره تصنع هذه عوامل التجلط، راح يجينا الادمي ينزف دم، لانه ما في عوامل تجلط تجلط الدم. حلو. طيب، هذا بالنسبه
قدرة الكبد تصنيع كواجليشن فاكتور وبلازما بروتين. نرجع بصورتنا مرة ثالثة، نحطها على الاكسكريتوري فانكشن، ديتوكسيفيكيشن فانكشن، والسينتيتك فانكشن. بقي لنا الاستورج فانكشن والميتابوليك فانكشن ونكون خلصنا بإذن الله. طيب الاستورج فانكشن اوف ذا ليفر، الكبد تخزن اشياء كثير من ضمنها بعض الفيتامينات مثل فيتامين بي 12، وهذا الفيتامين يقعد في الليفر بالسنين. يعني لو مثلا انت نقص عندك الفيتامين بي 12 وما اكلت فيتامين بي 12 لمده 3 سنوات، الليفر راح تعوضك لمده 3 سنوات بهذا الفيتامين، لكن بعد 3 سنوات خلاص تقول لك ستوب، لازم تاخذ من الغذاء فيتامين بي 12. وبرضو في عندنا الجلايكوجين يخزن في الكبد، وعندنا مرض اسمه جلايكوجين ستورج ديزيز يكون عند الأطفال وهو مرض نادر. وبرضو كمان الايرون الحديد يخزن في الكبد. طيب هذا بالنسبة للستورج فانكشن. ننتقل للميتابوليك فانكشن اوف ذا ليفر، برضو سهلة نفس الستورج. طيب الميتابوليك فانكشن اوف ذا ليفر حيكون فيها كربوهيدرات وليبيد وبروتين، وعلى أساسها نختار الاختبار جلاكتوز توليرانس سيرم كوليسترول عشان الليبيد، والبروتين السيرم بروتين تكلمنا عنه اول في السينثيسيس. تمام. طيب نرجع لصورتنا اللي في البدايه. ايوه خلصنا ميتابوليك فانكشن، خلصنا اكسكريتوري فانكشن، وقلنا ان البلوروبين والسينثيتك فانكشن، قلنا البروتين والكواجليشن فاكتور والديتوكسيفيكيشن، قلنا الامونيا والستورج فانكشن، قلنا الجلايكوجين والايرون والفيتامين بي 12. تمام كده خلصنا هذه كلها الحمد لله. دحين ننتقل لشيء ثاني اسمه الليفر انزايم. طيب الليفر انزايم اخر حاجه، في بعض المراجع تعتبر الليفر انزايم من ضمن الليفر فانكشن، وفي بعضها تعتبر الليفر انزايم شيء منفصل عن الليفر فانكشن، لانه الليفر انزايم موضوع كبير وعميق. تمام فبنتكلم عنه بشكل سطحي. الاي اس تي والاي ال تي هذه تدل لنا على امراض الكبد، يعني انزيمات داخل خلايا الكبد. وعندنا الـ ALB والـ GGT والـ 5NT هذه تدل لنا على الأمراض اللي تكون في القنوات المرارية. طبعا الموضوع أكبر من كذا ومفصل تفصيل أكثر من كذا، لكن هذا in general يعني الـ AST والـ ALT اللي تكون غالبا للليفر أمراض الكبد، والـ ALB والـ GGT والـ 5NT هذه تكون لأمراض القنوات المرارية. وبكذا بحمد الله خلصنا شرحنا لتحليل وظائف الكبد. شكرا للابتست كيسة على الاستضافة الجميلة، وأتمنى أني أفدتكم.